الزكاة المديرة الزكاة أستاذة أمتنان. اشتغلت معهم تدريب، فقاموا قال لي أنت شغلك ناجح في مجال العيش، المخبوزات، الصابون، اشترك مع ناس في المشاريع. وبالتالي يعني من الزمن ده لحد الآن أنا بنفذ معهم مشاريع وبمشي معهم دورات تدريبية وإلى يومنا هذا. امبارح أنا كنت معهم في التنفيذ بتاع مشاريع. الأيادي الخضراء هي الأيادي المروية بعرق العمل، المزدهرة بالإنتاج، المعطرة بياسمين الكفاح، الأيادي التي تقدم سلعة للوطن وخدمة لأفراح وأتراح الناس. شغل عمل المخبوزات والرغيف كده من زمن أنا في مرحلة الأساس، يمكن الثمانينات. طبعا كنا بنسكن الولاية الشمالية، الولاية الشمالية الاعتماد الكلي على العيش، ما عندنا أفرام نمشي نشتري منها، نشتغل من الإنتاج بتاعنا من القمح بنعمل العيش، الخبائز كله، بسكويت، القروش. ومن جيت هنا في فترات كده في أزمة شديدة بتاعت رغيف، جبت دقيق وبدأت أشتغل أنا في البيت على الجيران، ومن عرفوا الدكاكين بيجاي جنبي والدكان اللي هناك برضه بيقعوا يقولوا لي دارين جيبي لنا 50 كيس أو 100 كيس. البداية كانت كده يعني بسيط، بديتها الحمد لله مشت معاي. الشغل بتاع المخبوزات موسم، يعني في رمضان بيشتغل كميات كبيرة، في الأعياد مثلا عيد استغلال كده بيكون في طلبيات، عايزين تورته، عايزين كيك، عايزين فطاير، عايزين مشبك، ده بيشتغل له في موسم. فمن هنا بداية مواصلة الحمد لله. حميدة هي رحيق الحي ونحلة المكان، استطاعت من خلال تمويل صغير من ديوان الزكاة ولاية الخرطوم أن تنجز مشروعا كبيرا يحقق السعادة لكل المحيطين بها، فهي تصنع المخبوزات لكل مناسبات الحي وتقدمه كأشهى ما يكون وبتكلفة هي الأفضل لهم، هي مساهمتها لصناعة الفرح بين الناس. هو مشروع صغير يحقق لها الأرباح البسيطة لتفعيل أسرتها، ولتؤكد أن باستطاعة كل فرد أن يكون منتجا وكل أسرة أن تكون صاحبة عمل. هو مساهمتها في تنمية المكان بإشاعة روح المسؤولية. ديوان الزكاة بدأت معهم تدريب في 2013 أو 14، من كانت آنذاك المديرة الزكاة أستاذة أمتنان. اشتغلت معهم تدريب، فقاموا قال لي أنت شغلك ناجح في مجال العيش، المخبوزات، الصابون، اشترك مع ناس في المشاريع. وبالتالي يعني من الزمن ده لحد الآن أنا بنفذ معهم مشاريع وبمشي معهم دورات تدريبية وإلى يومنا هذا حتى مبارح أنا كنت معهم في التمرين بتاع مشاريع. استطاعت حميدة باستقطاع وقت من أسرتها أن تنمي العمل ويكبر مشروعها، كذلك حلمها أن يصبح مصنع للمخبوزات في ذات يوم من الأيام لتغطي مساحات الوطن، فهي تعي أن ما تقدمه يتعدى سلعة ليكون نموذجا وأملا لأسر كثيرة تبحث عن زيادة دخلها وما يعينها في دروب الحياة الصعيبة. والله أنا رأيي إنه أي ست بيت تبدأ الشغل من البسيط، يعني أنا حسب بسيط بديت بالعيش بجرد الجردلين في الأسبوع بتاع بسكايت بكرتون أو كرتونتين بتاع صابون أصيل، ومن هناك بقيت أمشي قدام. يعني كل ما الناس بتشوف الشغل بجودة بيقوموا واحدة بتشير رقم تليفون وبتضرب لي أنا لقيت الحاجة دي من فلان وأنا دايرة من ديك هنا. الحمد لله مشيت. عداك جو دور المنظمات، منظمات يد الله فوق أيديكم وناس، يعني كثير من المنظمات أنا اتعلمت معاهم، بيدقوا لي تليفون تعال درب لنا الناس، اتدربت معاهم. أنا بديت من الريف الشمالي من الكباشي لأن جيت بمنطقة شرقاني في منطقة اسمها الغيربار، والناس ما عندهم أي شيء، ناس عندهم فرن ما بعرف أنا الخبيث فيه ولا أنا دربتهم العيش يعملوا كيف. الحمد لله في ناس لحد الآن بتقول لي بيستشيروا، يقول لي مثلا عندي طلعت قوية شوية كده ما جيد هناي، بديهم الفكرة بالتليفون مواصلة معهم. في مجال العطور أيضا دربتهم، في مجال الوجبات السريعة والبدائل بتاعت إنه ما في لحوم تشتغلي شنو تعملي شنو برضه دربتهم. في مجال الحزف والعمل اليدوي، الشنطة بتعمل كيف، المناديل، الفوط برضه دربتهم. يعني الحمد لله أنا ما ببخل على زول، أنا كمدربة أو أي واحدة دايرة تتعلم بحب أعلمها عشان تستفيد، وعايزة كل الناس يستفيدوا بدل ما يمشي يضيعوا زمن في صفو بتاع أفرام ولا يجيبوا. أنا ما عندي يقوموا يدبروا حالهم بالبسيط، يعني أنا إذا كان في كيلو دقيق بيطلع لي 20 عشاء في اليوم كله بتمسك الأسرة في البيت، ممكن يعملوه عادي سهل ما بتاخد زمن. يعني هسه قدامكم انا طبقتها كيف تعجن سريع وكيف تحط تنجد العيش والناس تستفيد في البيت. والله ده أفكار كثيرة، أنا بشتغل في مجالات كثيرة والحمد لله. يعني بعمل الآيس كريم بأنواعها، بعمل الجبن المظفرة، جبنة سائلة، جبنة عادية، كل أنواع الجبن. ويتمنى يعني إني أمشي لقدام معاه، ويتمنى كل الناس الستاف اللي بيمشوا معاي يمشوا قدام. فكرتي إني أنا أطور الشغل، أجيب لي مثلا مكنة بتاع صابون يشيل لي في 50 كرتونة بتاع صابون أصيل، أو تعمل لي برميل بتاع صابون بدل ما أخلطه في جراد صغيرة. كده التوزيع بيكون كتير والإنتاج بيزيد، وبنقدر نطور ناس الديوان وإحنا بنمشي معاهم إن شاء الله، نشاركهم زي ما مشاركينا محسة، بندفع معاهم ونساهم معاهم في الزكاة، بنساهم إن شاء الله عز وجل، ونتمنى إننا نمشي. تحضير الدقيق ما صعب، بس أكتر الناس بيقول لي الدقيق غالي، الدقيق ما في، ما بنقدر نشتغل. ما صعب أصلا، بجيب لي دقيق ربع وربعين القمح، أنظف وأغسل نظيف القمح وأبله في موية لمدة ربع ساعة، أجي أديه شمس شوية يوم يومين، بعدها أمشي أوديه طاحونة. أنا بكون عندي طواحين معينة بيشيلوا لي الدقيق، ثم بعدها أجي ندقق ويتغربل. هذا قدامكم الانتاج بتاعي، لا فيها محصن ولا فيها تاني ولا تاني، التركيب بسيط. كيلو دقيق بتاخد معي كيس واحد بتاعت خميرة فورية وعليها ملح ونص كوباية بتاع زيت ويتعجن. هذا العيش قدامكم، يعني ما فيه صعوبة. بالنسبة للمخبوزات برضه هسه كلها من القمح، البسكويت من القمح والقرقوش من القمح، بعمل معجنات، عندي أنواع من الكيك بعملها بالقمح. بالبلح برضو ما في داعي، يعني يحتاج لي سكر. يعني مرات أنا بعمل كيك بالبلح، بعمل بيت فور بالبلح، تمشي بالإنتاج المحل أو بالحاجات الموجودة في البيت. أنا ممكن أعمل حاجات كتير وأمشي بيها لقدام. حميدة هي مشروع السعادة وفرح الناس. الهدف الأساسي من المشروعات إنه إخراج الأسرة بأكملها. يعني إحنا في المشاريع التركيز ما بيكون على الفرد اللي بيدوه المشروع هو في نفسه، التركيز الأساسي على الأسرة، بحيث إنه الأسرة تقدر توفر احتياجاتها في تعليمها، في الصحة، في يعني الفرد هو يشيل كل الأسرة بالمشروع اللي تم تمليكه له من ديوان الزكاة. ده الهدف الأساسي من الشافية، وورونا الحاجات المطلوبة مننا وعرضوا علينا المشاريع اللي كان اختار من واحد من ضمنهم. فبعد ما شاورنا انا واخواني اخترنا المشروع بتاع المكتبه اللي هو الطباعه والتصوير، والحمد لله بعد ما تمينا الاجراءات المطلوبه مننا تم التسليم في رمضان. وبعد ذلك طوالي باشرنا بالعمل اللي هي فتشنا المكان باعتبار انه الموقع لازم يكون موقع تمام بالنسبه للمدارس والجامعات. والحمد لله لقينا الموقع اللي هو بالقرب من الجامعه بتاعت كلية البنات للدراسات الاسلامية. والحمد لله فتحنا وبدينا الشغل والحمد لله ماشي كويس. طموحاتي لقدام شالوا المعلومات الكافية وورونا الحاجات المطلوبة مننا وعرضوا علينا المشاريع اللي كان اختار من واحد من ضمنهم. فبعد ما شاورنا انا واخواني اخترنا المشروع بتاع المكتبة اللي هو الطباعة والتصوير. والحمد لله بعد ما تمينا الاجراءات المطلوبة مننا تم التسليم في رمضان. وبعد ذلك طوالي باشرنا بالعمل اللي هي فتشنا المكان باعتبار انه الموقع لازم يكون موقع تمام بالنسبه للمدارس والجامعات. والحمد لله لقينا الموقع اللي هو بالقرب من الجامعه بتاعت كليه البنات للدراسات الاسلاميه. والحمد لله فتحنا وبدينا الشغل والحمد لله ماشي كويس. طموحاتي لقدام اللي هو عايزه اوسع المكتبه اللي هي باعتبارها مكتبه خدمات التصوير، عايزة تتوسع لبوتيكا ولمركز اللي هي تقدم كل الخدمات بالنسبة لناس الحي المحتاجين ليها وكده. ويعني الحمد لله الشغل ماشي كويس والحمد لله. ديوان الزكاة على مر 9 سنوات بدأ بمحلية الخرطوم أو بولاية الخرطوم عموما، بدأ إنه يملك المشاريع للأسر المتعففة، الأسر القادرة على الإنتاج وما عندها الوسيلة اللي بتخليها تنتج. فبدأ الديوان في إنه يملك الأسر دي. بيتم اختيار الأسرة عن طريق لجان الزكاة القاعدية، هي اللي بتختار الأسرة على أسس وضوابط معينة بديها لهم الديوان، إنه الأسرة تكون قادرة على الإنتاج. ده الشرط الأساسي، بالإضافة لإنه الأسرة تكون يعني قادرة على الإنتاج وما عندها الوسيلة اللي بتخليها تنتج. الهدف الأساسي من المشروعات انه اخراج الاسره باكملها. يعني احنا في المشاريع التركيز ما بيكون على الفرد اللي بيدوه المشروع هو في نفسه، التركيز الاساسي على الاسره، بحيث انه الاسره تقدر توفر احتياجاتها في تعليمها في الصحه في يعني الفرد هو يشيل كل الاسره بالمشروع اللي تم تمليكه له من ديوان الزكاه. ده الهدف الاساسي من المشروعات، بحيث انه واكثر المشاريع المستهدفه هي المشاريع الحرفيه، لانها هي المشاريع الحرفيه بالاضافه لانه المشاريع التجاريه لكن بتكون بعدد ما بتوسع كبير. في كل عام بيتم استهداف عدد معين من الاسر في كل قطاعات المجتمع، شباب، مشاريع مرأة، كل قطاعات المجتمع، لكن التركيز الاساسي بيكون على الشباب. الهدف الاساسي من مشاريع ديوان الزكاة هو خلق فرص عمل للشباب، للمرأة، لكل اصناف المجتمع، انه خلق فرص بتاعت عمل تناسب كل اسرة. حتى المشروع بيتم اختياره، الأسرة هي اللي بتختار، لأنها هي أدرى بأنه هي بتقدر تفهم في شنو، بتقدر تشتغل شنو، فعشان كده الاختيار بيجي من الأسرة. يعني الديوان هو ما بيفرض إنه على الأسرة هي تشتغل في شنو أو إحنا نديكم مشروع بتاع كده، لا، ال 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 الأسرة هي اللي بتختار على حسب مقدرتها، على حسب الفهم، على حسب الحاجات اللي بتقدر تشتغل فيها.